والناس تحس ان دي فعلا بلدها، ده بيقوي النظام مش بيضربه. وثقتنا في الشعب المصري وثقة رئيس الدولة في الشعب المصري ليست هينة. احنا اعظم شعب. البعض بيحاول ينال مننا. لما بشوف النهارده محمد صلاح حتى الرمز الرياضي الجميل اللي مرشح ليكون افضل لاعب في الفيفا النهارده اسمه مطروح، ده مصدر فخر لينا. شفنا محاولات للنيل منه كتيره، شفنا محاوله اسقاط اشياء غير موضوعيه على نجم بنفخر بيه. عاوزين نحب بعض اكتر، عايزين نلم بعض اكتر يا مصريين، عايزين نبص كويس قوي، بصوا لتاريخكم. انتوا شعب عظيم وقادر وقادر. مش معنى هزيمه كوره تخلينا نذبح بلدنا والحقوا البلد راحت والبلد مش عارف ايه واحنا شعب بيفشل. لا، احنا شعب مش شعب بيفشل، الشعب ده عارف كويس قوي، الشعب ده اتحرك يوم 30 يونيو عشان يسترد الدوله المصريه، يسترد الهويه الوطنيه المصريه. محدش قال له، هو اللي خرج وهو اللي استدعى جيش مصر وقائد مصر. يا شعب مصري عظيم، ارمي الدعايه السوداء جانبا، ما تسمعش، ما تديش ودنك، وحتى لو سمعت اقرا تاريخك حديثه وقديمه. والله العظيم هذا البلد سينتصر باذن الله، هنتصر. وانا ببث روح التفاؤل رغم حالات الاحباط الكتيره اللي عند ناس كتيره، وانا بشوف